أما الآن فنتحول إلى هذه النافذة من أمام معبر رفح مع أحمد أبو زيد. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك داليا. نحن بالفعل في موعدنا المعتاد لهذه النافذة من أمام معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، نسلط الضوء على جديد وأحدث التطورات المرتبطة بالجهود الإنسانية لقطاع غزة الذي يعاني واحدة من بين أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها البشرية في قرن ونيف. على مستوى التقديرات الأممية، مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في قطاع غزة أوتشا كان قد أصدر تقريره المحدث الذي فيه يتحدث عن جانب من أمارات رصد المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، والتي من بينها ما نحاول أن نسلط الضوء عليها فيما يخص المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع. تقرير أوتشا الأخير كان يشير إلى أن قوات الاحتلال على الأرض في قطاع غزة لا تسمح تقريبا إلا بنقطة عبور واحدة داخل القطاع في كل الأوقات، وبالتالي هذا يسهم وبشكل كبير في تعطيل حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق، مناطق الخدمات الإنسانية كما تصنفها قوات الاحتلال، وإن كان ذلك لا يعني بطبيعة الحال أن هذه المناطق تبدو في مأمن بحال من الأحوال. التقرير كان يشير إلى تعميق أزمات مناطق الإخلاء التي عمدت إليها قوات الاحتلال على مدار الأشهر القليلة الماضية، بالقدر الذي يقول التقرير أن نحو 84% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة تحولت إلى مناطق إخلاء بالفعل، وبالتالي هذا يشير إلى تفاقم أزمات الإخلاء التي تعمل عليها قوات الاحتلال، وبالتالي هناك من الأسر في قطاع غزة التي لا يزال أفرادها على قيد الحياة اضطرت إلى النزوح ما يزيد على 11 مرة متتالية. التقرير كان يشير كذلك إلى أزمات المرافق الإنسانية والصحية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة وتحديدا في الشهر المنقضي. وفق هذا التقرير فإن هناك عددا متزايدا من المرافق الصحية ومراكز تقديم الرعاية الصحية الأولية، وكذلك المستشفيات التي بات يتعذر أو تقريبا من المستحيل الوصول إليها في مفاقمة للأوضاع الإنسانية والمعيشية، عدا عن حرب الإبادة كما باتت توصف والتي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي فيها ارتفعت تقديرات الشهداء الفلسطينيين إلى ما يزيد على 40,000 من الشهداء بنحو 250 شهيدا إضافيا فوق هذا الرقم. على مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي رصدنا دخولها إلى داخل قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم باعتباره نقطة العبور المؤقتة التي جرى التوافق عليها، فإن التقديرات تشير إلى نحو 90 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية ودوائية، عدا عن 7 شاحنات وقود أفرغت حمولتها بالفعل إلى داخل قطاع غزة. الرقم يبدو أعلى نسبيا مما كان عليه الحال في الأيام القليلة الماضية، وإن كان بطبيعة الحال هذا الرقم ربما إذا ما زيد بأضعاف أكبر من ذلك فإنه لا يلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان قطاع غزة.